أختكم سعيدة. تحية ووصية. تحية لأن ليكم وحشة كبيرة قوي، وقعدتنا مع بعض ليها معزة خاصة جدا جدا في قلبي. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة ومصر والمصريين طيبين. يا رب تكونوا قضيتوا عيد قيامة مجيد سعيد، وشم نسيم سعيد، وأجازة جميلة. ده للأسبوع اللي فات. أما للأسبوع ده فبرضو كل سنة ومصر والمصريين طيبين، ومصر طيبة بأهلها وناسها، وعيد فطر مبارك، ويا رب دايما يحلي أيامنا. أما الوصية فبلاش نكون قتلة نتجول نحصد أرواح. معلش سامحوني، الشخص اللي يكون مريض كورونا وعارف إنه مريض كورونا أو شاكك إنه مريض كورونا، مفيش داعي إنه ينزل يروح المول أو السوبر ماركت أو الفرن أو الشغل أو يروح الجامع أو يروح الكنيسة. مفيش داعي ينزل يصلي. خلونا دايما زي ما بطلب منكم نكون سند وظهر لبعض. خلونا دايما نغلب مصلحة الآخرين على مصلحتنا. مفيش داعي ننزل نروح الكنيسة بقناعة إن إحنا هنروح علشان نخف. أنا عارفة إحنا طيبين وقلوبنا دايما مليانة إيمان، لكن بنفس الإيمان ده خد دواك وصلي واطلب من ربنا وغلب حماية شخص تاني أنت ما تعرفش ممكن منعته تخليه يصمد ولا يسقط. لأن مريض الكورونا بيكون عامل زي طلقة الرصاص، إحنا مش عارفين لما تخرج هتصيب جسد مين. للأسف هي دي الحقيقة، وللأسف هو ده السبب اللي يمكن كان بسببه عدد كبير جدا من الناس تم إصابتها وتم حدوث وفيات في الفترة اللي فاتت. لما يكون الأمر متعلق ما بين أنانيتي اللي أنا معذور فيها واللي غير مقصودة، وما بين حياة شخص آخر، ياريت يكون عندنا القدرة على الاختيار اللي يغلب الضمير، لأن هو ده الأهم. وعلى ذكر الاختيار الواضح أنه مكمل معانا كتير حتى بعد ما يخلص، أو على الأقل مكمل معايا أنا وحضراتكم بشخوصه الإنسانية اللي مليانة عبر، وبجمله اللي مصاغة بشكل أكتر من عبقري. جملة استوقفتني في المسلسل قالها الفنان نضال الشافعي اللي كان بيقوم بدور شاب سيناوي أسرته كانت بتعاون الجيش في القضاء على الإرهاب، فالخونة الضباط المنشقين الإرهابيين قتلوه عقابا ليه. قال لهم قديش يقدر يعيش الفار جوه المصيدة. حقيقي جملة ملهمة جدا. فعلا هو الفار مهما طال عمره هيقدر يعيش قد إيه جوه المصيدة؟ هم زالوا وإلى زوال، لكن مصر والإيدين اللي بتعمر وبتبني فيها إلى نهاية العالم. هم زالوا وإلى زوال، لكن الشهداء الورد اللي اتقطف بدري على حسب كلمات الأغنية العظيمة اللي غناها باقتدار الفنان محمد منير في جنازة شهداء الواحات، الورد اللي اتقطف بدري ليهم المجد، المجد اللي خدوه في السماء وخدوه على الأرض من حب وتقدير واحترام وتعاطف وإحساس الناس. متهيألي إن الإرهابيين لو كانوا يعرفوا كل هذا المجد اللي خدوه الطواغيت حسب كلامهم شهدائنا العظام كانوا انتحروا أسهل. أما عن شخوص الاختيار فكتير قوي بنلاقي شخصيات ملهمة كتير ما نقدرش نعرف مشاعرها وأحاسيسها، زي مثلا الزوجة اللي بتنام وتقوم بفزعها وقلقها، نايمة وهي قلقانة وصحية وهي خايفة، عارفة أن جوزها ممكن ينزل الشغل ما يرجعش تاني، لكن الدايرة اللي بتلف فيها دي بتخليها تبقى قلقانة لكن تطمن ولادها وتداري على جوزها، وتفضل تلف في الدايرة دي لحد ما الدايرة تتكسر وانتظارها يتكسر باستشهاده، فيتكسر معاها قلبها ويتكسر معاها خلجات روحها. زي دور السيدة رشا زوجة الشهيد محمد مبروك، الدور اللي قامت بيه باقتدار فنانة قدمته باقتدار بوعي بصدق بحرفية شديدة جدا مغلفة بدرجة عالية من التلقائية، ودي مسألة في منتهى الصعوبة. فنانة ليها ألف وجه ووجه فني، عندها حضور وطلة متميزة، فنانة مثقفة عندها هم وقضية تشغلها، مهمومة بالمجتمع والإنسانية. صوتها الدافي المغلف بشجن إحساسها واهتمامها بالناس والمجتمع والفنون والثقافة اللي خلاها كمان تقدر تقوم بأدوار كتيرة جدا في الحياة مختلفة ومهام كتيرة مختلفة بنفس الشغف وبنفس الكفاءة. النهاردة هنناقشها
في دورها في مسلسل الاختيار وتأثيره، تأثير هذا الدور وإزاي عملته كواليس مسلسل الاختيار وعلاقات الممثلين وتأثير هذا المسلسل على المجتمع وتأثيره بعد ما الناس بتشوف الحلقات اللي فيها هذه النوعية من التضحيات وأمور فنية أخرى كتيرة مختلفة وأمور إنسانية ومجتمعية، هنناقشها مع النجمة بشرة بعد أخبارنا بعد الفاصل. مساء الخير، هنبدأ مع بعض فقرتنا الإخبارية. أول أخبارنا اجتماع رئيس السيسي اللي تم اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وتناول الاجتماع استعراض جهود إحلال الواردات وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتوفير مستلزمات الإنتاج لصالح الصناعات الوطنية. وجه سيادة الرئيس بالاستمرار في الخطوات المتخذة لزيادة تشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية وذلك لسد الفجوة بين الصادرات والواردات وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية مع القيام في هذا الصدد بإعداد حصر سلعي شامل للمنتجات التي يمكن الاعتماد على تصنيعها محليا بتعزيز الاستثمار الصناعي بالاشتراك مع خبرات القطاع الخاص العاملة في مصر من ذوي الخبرة المتميزة وكذا الاستعانة بخبرات مركز البحوث التكنولوجية لرفع كفاءات التصنيع المحلي. احنا معانا على الهاتف دكتور علاء علي الخبير الاقتصادي. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا فندم، اهلا بيكي وبالسادة المشاهدين. اهلا بحضرتك وكل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيبة وحضرتك طيبة. الحقيقة توجيه الرئيس بالاعتماد على المنتج المحلي، قد ايه ممكن الاعتماد على المنتج المحلي ممكن يكون داعم للاقتصاد، ممكن يوفر فرص عمل، ممكن يكون مشجع للصناعة، ممكن يغير شكل الحياة الاقتصادية المصرية؟ خليني أبدأ كلامي باللي حضرتك تفضلت بيه وهو الاهتمام بالصناعة المصرية وتوطين الصناعة في مصر، وإن أنا يبقى عندي منتجات تنافس، يبقى ليها قدرات تنافسية للتصدير. وده ابتدى منذ أن أطلق الرئيس السيسي برنامج وطني شامل للإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016. هذا البرنامج بتاع الإصلاح الاقتصادي كان جاي على جانب الطلب، ويجب أن نشير للنقطة دي. يعني جانب الطلب يعني بنتكلم عن سعر صرف، بنتكلم عن أسعار فايدة، بنتكلم عن تضخم، معدلات نمو. النهاردة الإصلاحات الهيكلية اللي أطلقها الرئيس السيسي في آخر الشهر الماضي، غالبا كان يوم 27 لما أطلق الرئيس السيسي البرنامج الثاني أو المرحلة الثانية للإصلاحات الهيكلية التي كان أهم محاورها هو الإصلاح الاقتصادي لثلاث صناعات رئيسية في مصر، وهي الصناعة التحويلية، الزراعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. النهاردة بنتكلم عن واحد من هذه الصناعات المحورية اللي هي الصناعة وتوطين الصناعة والاعتماد على المنتج المحلي. حضرتك تفضلت بكلمتين جمال قوي، قلتي هل يمكن أن المساهمة في توطين الصناعة والاعتماد على المنتج المحلي إن هو يأثر عليه؟ نمرة واحد، هيأثر علينا كبلد إن إحنا الميزان التجاري بتاعنا هيبتدي ينخفض، لأن المنتج اللي كنا بنستورده ابتدينا ننتج منه، ما بقيناش محتاجين استيراده. ما بقتش محتاج استيراده، فأثرت على سعر الصرف، وبالتالي سعر الصرف لما ينخفض لو أنا الجزء التالي اللي بستورده هيبقى بسعر أقل. النقطة التانية أن أنا بخلق فرص عمل، ودي اللي مهمة جدا، ولذلك الخطة الاقتصادية اللي أطلقت في 2016 أتت ثمارها النهاردة. لما نيجي ننظر سريعا على معدلات النمو، على معدلات البطالة، على معدلات التضخم، بنجد أرقام مختلفة تماما عما كانت موجودة في 2016. وفي ظل جائحة كورونا السنة اللي فاتت واللي لسه مستمرين فيها، والاقتصاد المصري بيحقق نتائج مرتفعة جدا في النمو في ظل هذه الظروف. على الأقل في ظل هذه الظروف جميع الجهات الدولية اللي بتقيم مصر بتشيد بأداء الاقتصاد المصري، يعني آخرهم إن إحنا نظرة مستقبلية، يعني الاقتصاد بتاعنا مستقر مع نظرة متنامية، يعني مش بس في استقرار، لا ده مستقر إلى نمو، يعني متصاعد.
كل ده بيخلق عندنا لما نبتدي ننتج يخلق عندنا فرص عمل، فنزود فرض الدخل، نزود فرض الأسرة، يزيد الناتج المحلي بتاعنا، يطلع عندنا معدلات بطالة أقل، فيبقى عندنا سلام اجتماعي. الناس لما بتشتغل يا أستاذ شهيرة ما بتتخنقش، طول ما الناس مشغولة وفي شغل ما بتتخنقش، طول ما الناس بتنجز وحاسة بمردود الإنجاز ده، طول ما يعني ما عندهاش وقت لتفاهات الأمور. يعني القيمة اللي البني آدم بياخدها بالعمل ده مهم جدا. وبالتالي النهاردة وإحنا بنوطن ونؤسس إن يكون عندنا صناعة وطنية، والرسالة الجميلة في هذا اللقاء اليوم هي رسالة للقطاع الخاص. عندما أطلق الإصلاح الاقتصادي بعض الناس قالوا أن الإصلاح الاقتصادي تقوم به الحكومة، لا، الرئيس السيسي في كل مرة بيطلق مبادرة أو بيطلق إصلاح اقتصادي أو الإصلاحات الهيكلية كل المحاور فيها كان ينادي بمشاركة حقيقية فعالة للقطاع الخاص. طب دكتور علاء، يعني هل المسألة صعبة قوي ان احنا نسد الفجوة ما بين الصادرات والواردات، ولا الامر يعني وارد انه يعني يبقى سهل بالنسبة لنا؟ اذا كنا نتحدث عن من فترة طويلة كان الموضوع كان صعب في كل الاتجاهات. النهاردة في ظل التوجيهات الممنهجة للقيادة المحترفة لمصر، النهاردة احنا مش في جزء منعزل. لما تنظري حضرتك للإصلاحات اللي تم منذ 2016، إذا كانت إصلاحات في جانب الطلب في الاقتصاد، النهاردة بنعمل إصلاحات في جانب العرض للاقتصاد، بنزود الإنتاج. طب عايزين نزود الإنتاج بنعمل إيه؟ يبقى لازم يكون عندي بنية تحتية، اتعملت البنية التحتية. عشان أعمل إنتاج واعتمد على صناعة لازم يكون عندي طاقة، احنا تعدينا فجوة الطاقة طبعاً. بالنسبة لمصر بقى انا عندي بنية تحتية وعندي طاقة، طب عايز عمالة. المحور الرئيسي في الاصلاحات الهيكلية الاخيرة كانت الاهتمام بالعامل الفني والتدريب المهني عشان ارفع من كفاءة العامل المصري، احد المحاور الرئيسية. نجد انها مجموعة مع الشمول المالي، مع اطلاق الشمول المالي، مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع الاهتمام بمليون ونص فدان، مع الاهتمام بأربعة والأربعة تلاف وخمسمية قرية، مع حياة كريمة، مع مشروع التمويل العقاري. احنا بنتكلم عن منظومة متكاملة، يعني يعزفها حقيقي في محاور مختلفة ومتباينة جدا وفي نفس الوقت بالتوازي. نجد بقى ان حضرتك نجد الناس النهاردة بتجني الثمار تباعا، ما هي الا مراحل بسيطة جدا. وزي ما حضرتك تفضلت، ويا رب يكون في هذه الايام المفترضة ان نجني هذه الثمار سريعا، ما ننتظرش المصر 2030. وانا كنت بتنبأ ان الجهات الدولية كلها هتقول ان الاقتصاد كانت بتقول اقتصادنا مستقر، كنت اقول لهم اقتصادنا متنامي. احنا عندنا اقتصاد بينمو متنامي. مصر ستصل، سنرى مصر قبل 2030 بإذن الله. ان شاء الله. انا بشكر حضرتك جدا دكتور علاء علي الخبير الاقتصادي على هذه المداخلة الكريمة. ايضا في نفس الاجتماع اجتمع الرئيس السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني. تناول الاجتماع متابعة المشروعات القومية التابعة لوزارة الكهرباء على مستوى الجمهورية، ووجه الرئيس بالالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من مشروعات إمداد خطوط التغذية الكهربائية لسيناء على نحو يساهم في تحقيق الهدف المشهود من تكوين مجتمعات سكانية عمرانية متكاملة الأركان في سيناء، وكذلك يعزز من جهود تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار. خلونا نشوف هذا الفيديو، جزء من نشاط السيد الرئيس لليوم. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة المشروعات القومية التابعة لوزارة الكهرباء على مستوى الجمهورية، وقد استعرض الدكتور محمد شاكر مخطط الأحمال الكهربائية وخطوات تطوير التغذية الكهربائية للتجمعات التنموية في سيناء وربطها بالشبكة الكهربائية الموحدة
أعلى مستوى الجمهورية، حيث وجه السيد الرئيس بالالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من مشروعات إمدادات خطوط التغذية الكهربائية لسيناء، وذلك في ضوء ما يمثله قطاع الكهرباء من مكون أساسي لتلبية الاحتياجات التنموية لتلك المناطق، خاصة فيما يتعلق بمشروعات القطاع الزراعي من خلال محطات رفع المياه، وعلى نحو يساهم في تحقيق الهدف المنشود من تكوين مجتمعات سكانية وعمرانية متكاملة الأركان في سيناء، وكذلك يعزز من جهود تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار. كما شهد الاجتماع استعراض مخططات وزارة الكهرباء فيما يتعلق بالتعاون مع الشركات الأجنبية المتخصصة لإنتاج طاقة الهيدروجين الأخضر من الطاقة المتجددة، والتي تتماشى مع توجه الدولة للتوسع في مجالات الطاقة النظيفة وزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، حيث وجه السيد الرئيس بأن يكون الهدف الرئيسي من هذا المشروع هو تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، خاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، ومن بينها إنتاج واستخدام وتصدير الهيدروجين الأخضر تمشياً مع التوجه العالمي في هذا المجال، وذلك بالشراكة مع الخبرات الأجنبية العريقة، فضلاً عن تأهيل كوادر بشرية محلية مدربة في هذا المجال بالاستعانة بالخبرات العلمية المتخصصة من الجامعات التكنولوجية في مصر. كما اطلع السيد الرئيس على الموقف التنفيذي لإنشاء البنية التحتية الكهربائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما في ذلك محطات المحولات، فضلاً عن الانتهاء من تنفيذ جميع شبكات الجهد المتوسط في الأحياء المختلفة، إلى جانب تطورات مد خطوط الكهرباء وأنفاق كابلات الضغط فائقة الجهد الكهربائي إلى الأحياء المختلفة بالعاصمة، خاصة الحي الحكومي والمناطق السكنية، والتي تم تصميمها على أحدث طراز مطبق في العالم، حيث تم الانتهاء من توصيل الدوائر الرئيسية التي تربط بين محطات المحولات لتوفير الجهد اللازم لتشغيل كافة أحمال المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية، بما في ذلك دوائر تأمين التغذية الكهربائية الاحتياطية. أضاف المتحدث الرسمي أن السيد وزير الكهرباء استعرض خلال الاجتماع جهود تحسين خدمات الكهرباء للاستخدامات المختلفة في كل محافظات الجمهورية، مؤكداً أن جهود تطوير وتحديث قطاع الكهرباء ساهمت في تحسين قدرة الشبكة القومية على استيعاب زيادة الاستهلاك المتوقعة خلال فصل الصيف، خاصة وأنها تشهد عملية تطوير شامل لشبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وسيدة نيفين جاما وزيرة التجارة والصناعة. الاجتماع تناول استعراض جهود إحلال الواردات وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتوفير مستلزمات الإنتاج لصالح الصناعات الوطنية. وقد وجه السيد الرئيس بالاستمرار في الخطوات المتخذة لزيادة تشجيع الاعتماد على الصناعات الوطنية، وذلك لسد الفجوة بين الصادرات والواردات وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية، مع القيام في هذا الصدد بإعداد حصر سلعي شامل للمنتجات التي يمكن الاعتماد على تصنيعها محلياً، وبتعزيز الاستثمار الصناعي بالاشتراك مع خبرات القطاع الخاص العاملة في مصر من ذوي الخبرة المتميزة، وكذا الاستعانة بخبرات مراكز البحوث التكنولوجية لرفع كفاءة التصنيع المحلي. وقد قامت السيدة نيفين جاما باستعراض مؤشرات الواردات المصرية منذ بداية العام الحالي 2021 وحتى الآن، فضلاً عن الخطوات التنفيذية المتخذة من قبل الوزارة في إطار برنامج إحلال الواردات لتعميق التصنيع المحلي وتشجيع الاعتماد على الصناعات الوطنية، وذلك بالاشتراك والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية، وذلك في مختلف القطاعات الصناعية بما فيها الصناعات الهندسية ومكونات السيارات ومنتجات الأجهزة المنزلية وقطاعات الصناعات الكيميائية والمنتجات البلاستيكية وصناعات الغزل والأقمشة والملابس. كما عرضت السيدة وزيرة التجارة والصناعة التعاون المشترك مع البنك المركزي في إطار البرامج التمويلية الخاصة بإحلال الواردات ودعم الصناعة، بالإضافة إلى جهود الوزارة لتعزيز التعاون المشترك مع بعض الجهات الدولية المانحة للمساهمة في نقل تكنولوجيا الإنتاج ودعم عدد من القطاعات الصناعية ذات الصلة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما فيها
منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو، وكذلك الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وهو التعاون المشترك الذي يهدف إلى تطوير المدن الصناعية المتكاملة وتعزيز عمليات تصنيع المنتجات الوطنية القادرة على المنافسة في الأسواق الدولية. طيب، في إطار الدعم والتضامن مع الدول الصديقة تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، أقلعت 3 طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى دولة الهند. والحقيقة إحنا زي ما أنتم عارفين الوضع في الهند يعني شديد 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 الصعوبة والخطورة بشكل يعني بيخلي الواحد يشعر أنه يعني الإنسانية في خطر، وذلك طبعا في إطار المساهمة لتخفيف العبء عن الشعب الهندي بسبب سرعة تفشي فيروس كورونا وارتفاع معدلات الإصابة والوفيات في ظل الأزمة الراهنة والنقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوات الوقاية والحماية. تأتي تلك المساعدات استمرارا للدور المصري الرائد تجاه الدول الشقيقة والصديقة من مختلف الدول وتقديم الدعم والتضامن الدائم في أوقات المحن والأزمات. احنا معانا على الهاتف دكتور هشام بشير، أستاذ العلاقات الدولية بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف. مساء الخير يا دكتور. مساء النور، أهلا بحضرتك، كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيبة يا فندم. الحقيقة ناس كتيرة كانت بتستغرب قوي، يعني احنا بنبعت مساعدات لدول، يعني بعتنا لإيطاليا وبعتنا للصين ومش قادرين يعني يشوفوا مردود ده في تدعيم العلاقات، يعني قد ايه مصر مهتمة انها تعمل صداقات وتوطد صداقات موجودة حتى لو كانت المساعدات مساعدات رمزية لكن ليها معنى وليها دلالة. شايف الدور المصري في الوقوف بجانب عدد كبير من الدول يعني يتشاف ازاي من قبل هذه الدول، وايه الرسائل اللي مصر ممكن تكون بتقدمها من خلال مثل هذه المساعدات؟ اعتقد ان مصر نجحت انها تقدم النموذج الدولة الرائدة في مجال تقديم يد العون والمساعدة لكافة دول العالم، حتى زي ما حضرتك بتقولي لو بشكل رمزي في بعض الأحيان. ودعينا يعني نرجع للماضي قليلا، مصر كانت أول دولة قدمت المساعدات للصين في بداية الأزمة، لو متذكرين الزيارة اللي قامت بها وزير طبعاً. الصحة المصرية إلى الصين، وعندما انتشر الوباء بشكل كبير جدا حتى في إيطاليا كانت مصر برضو وزيرة الصحة يعني، وتم إرسال مساعدات طبية إلى إيطاليا في وقت كانت يعني في حرب، يعني سرقة بعض الأدوات الطبية في داخل أوروبا نفسها، أوروبا المتقدمة. وحتى الولايات المتحدة الأمريكية في وقت من الأوقات عندما تفشى فيروس كورونا مصر قدمت مساعدات ليها في المجال الطبي، ويعني ولم تبخل مصر على الأشقاء العرب أو الأشقاء في الدول الأفريقية. فبالتوازي مثلا مع الهند مؤخرا كان في لتونس برضو مساعدات طبية، لليبيا الشقيقة، للكونغو الديمقراطية، ولعدد كبير جدا من دول العالم. فمصر يعني مستمرة في تقديم يد العون والمساعدة، وده المعهود عنها دائما يعني، وده بالتأكيد بيعكس صورة إيجابية لمصر في العالم بأنها الدولة يعني الأكثر مساعدة لدول العالم في المجالات الطبية أو في مجال الغوث عندما تحتاج إليها دول العالم. والحقيقة يعني أدينا شفنا مردود المساعدات المصرية للصين، زي ما حضرتك قلت إن كان في بداية الأزمة وكانت الصين في حالة يعني سيئة جدا، مردود العلاقة المصرية الصينية يعني حاليا من التطعيم أو العقار اللي مصر بصدد إنها تبدأ في تصنيعه. يعني أنا بشكر حضرتك جدا دكتور هشام بشير، أستاذ العلاقات الدولية بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف. دكتور مصطفى مدبولي التقى برئيس مجلس اليوم الأحد بشون كيني رئيس
قطاع البنية التحتية بشركة بيكتل الأمريكية للإنشاءات وعدد من مسؤولي الشركة. حضر المقابلة دكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير وزير النقل، وجوناثان كوهين سفير الولايات المتحدة الأمريكية في القاهرة. استهل الدكتور مصطفى مدبولي اللقاء بالترحيب بوفد شركة بيكتل، مشيرا إلى أن زيارة الوفد إلى مصر تعكس حرص الجانبين على تطوير العلاقات التاريخية المصرية الأمريكية إلى مجالات وأفاق أوسع من التعاون، منوها بأن هناك العديد من المشروعات التي تم تنفيذها أو ما زالت قيد التنفيذ بالتعاون مع الشركات الأمريكية، لا سيما مشروع مجمع البتروكيماويات الذي يتم تنفيذه بمنطقة العين السخنة، مشيرا إلى أنه يتابع باهتمام تطورات تنفيذ هذا المشروع الضخم. وأشار رئيس الوزراء إلى اهتمام الحكومة بمناقشة كل أوجه التعاون التي اقترحتها شركة بيكتل الأمريكية، والتي تضمنت التعاون في مشروع إنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق وإدارة المدن الجديدة. خلونا بقى نروح للقوات البحرية والجوية المصرية والفرنسية والتدريبات المشتركة ما بينهم. في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة، نفذت القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريب بحري عابر في نطاق الأسطول الجنوبي، بالإضافة إلى تنفيذ عناصر القوات الجوية المصرية والفرنسية للتدريب المشترك رمسيس 2021 بأحد القواعد الجوية المصرية. ونفذت القوات البحرية تدريبا بحريا عابرا باشتراك الفرقاطة المصرية سجم الفاتح مع المجموعة القتالية المصاحبة الحاملة للطائرات الفرنسية شارلي ديغول في نطاق مسرح العمليات للأسطول الجنوبي. وتضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية المشتركة والتي تحقق الاستفادة القصوى لكلا الجانبين. ويأتي ذلك بالتزامن مع تنفيذ عناصر القوات الجوية المصرية والفرنسية التدريب المشترك رمسيس 2021، حيث اشتمل التدريب على تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية والطلعات الجوية المشتركة، وذلك بمشاركة مجموعة من أحدث الطرازات للمقاتلات متعددة المهام لكلا الجانبين، عكست مدى ما وصلت إليه القوات من مستوى راقي، فضلا عن تبادل الخبرات التدريبية والتكتيكية في التخطيط والتنفيذ وأساليب القيادة والسيطرة. معنا على الهاتف اللواء الدكتور أسامة الجمال، زميل أكاديمية ناصر العسكرية العليا. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا فندم، وكل سنة وحضرتكم طيبين. كل سنة وحضرتك طيب. يا دكتور، في الفترة الأخيرة يعني بقالنا فترة في عدد من التدريبات الثنائية والتدريبات المشتركة المصرية مع عدد من الدول الصديقة التي تربطها بمصر علاقات قوية. دور مثل هذه التدريبات في تبادل الخبرات وفي زيادة القدرات، وما هي الرسائل الأخرى بخلاف تبادل الخبرات اللي ممكن نستشفها من مثل هذه التدريبات؟ تمام، زي ما تفضلت حضرتك، هو بتأتي هذه التدريبات المشتركة في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى تدريب قواتنا، بعمل مناورات مشتركة مع القوات المسلحة للدول الصديقة والشقيقة، وده طبعا الغرض منه في الأساس هو تبادل الخبرات، سواء في التدريب أو في التكتيكات المختلفة أو في التخطيط والتنفيذ وأساليب القيادة والسيطرة المتبعة في مثل هذه المناورات. لما بنتكلم النهاردة على فرنسا، القوات الفرنسية احنا طبعا الفترة الأخيرة استوردنا من فرنسا حملة الطائرات المسترال، حملة المروحيات قصدي، استوردنا الطائرات الرافال. للمواطن العادي البسيط لما بيسمع خبر زي ده يعني عايز يفهم هو ازاي احنا بنستورد الرافال او بيقول ليه هنعمل بيها ايه يعني. هو في حاجتين عندنا في المعدات بتاعتنا في القوات المسلحة، بنتعلم الخصائص التكتيكية وكيفية استخدام المعدة. الخصائص التكتيكية اللي هي الخاصة الفنية بتاعت المعدة، اما الخصائص التانية اللي هي كيفية استخدام المعدة، ده بيختلف الاسلوب الاستخدام نفسه من جهة لجهة. يعني على سبيل المثال احنا في حرب اكتوبر كان عندنا سلاح الروسي، وزي ما الناس المطلعة وقارية في التاريخ عارفة ان معظم الاسلحة اللي ادتها لنا روسيا في حرب اكتوبر كانت اسلحة دفاعية، الا ان المستخدم المصري بعبقريته طوع هذه الاسلحة الدفاعية لبعض الاساليب الهجومية، زي مثلا على سبيل المثال
في قوات الدفاع الجوي عملت بالصواريخ الدفاع الجوي السام 2 عملت كماين. معروف ان الكماين دي بتبقى اسلحة هجومية وليست اسلحة دفاعية ثابتة لدفاع جوي الدولة. فحتى الجانب الروسي بعد حرب اكتوبر جابوا متخصصين اللي صنعوا السلاح نفسه اللي احنا استخدمناه علشان يدرسوا معانا ويتعلموا مننا ازاي احنا استخدمناه. فالسلاح الشركة المصنعة او الدولة المصنعة عارفة الخصائص الفنية بتاعته كويس، لكن كيفية الاستخدام ده اللي بتفرق من دولة لدولة ومن خبرات قوات مسلحة. مثلا القوات المسلحة المصرية من اقدم الجيوش على وجه الارض في التاريخ، فعندها تراكم من الخبرات وموروث كبير جدا على مدار حروب جدا طويلة جدا خضناها واحنا بندافع عن ارضنا وعن مقدراتنا وعن وجودنا. طبعا في برضو نقطة تانية لازم نشير اليها، ان فرنسا والدول الاورو متوسطية احنا بنشترك في بعض التحديات اللي بتواجه امن البحر المتوسط، زي مثلا على سبيل المثال القضية المشهورة اليومين دول يعني بنشتغل عليها، وهي محاربة الهجرة الغير الشرعية اللي هي بتؤرق الجانب الاوروبي بشكل كبير. فمثل هذه المناورات احنا بنستفاد وهم بيستفادوا، وده نوع من انواع تبادل الخبرات في اطار طبعا الخطة العامة لتدريبنا قواتنا المسلحة على مدار العام. بنشترك مع دول الصديقة اجنبية او دول الشقيقة الدول العربية، اخواتنا من الدول العربية الشقيقة، في مثل هذه المناورات لتبادل الخبرة واكتساب خبرات جديدة للطرفين. تفضلي فندم. واكيد يعني بخلاف تبادل الخبرات هناك بعض الرسائل يعني اللي ما بين السطور، يعني من خلال هذه التدريبات ربما ترسلها مصر الى بعض الدول. طبعا 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 مثل هذه الرسائل طبعا مفهومة، انه على سبيل المثال دولة كبيرة زي الدولة الفرنسية لما بتعمل مناورات ده رسالة للعالم كله ان القوات المسلحة ليست قوات مسلحة ضعيفة، ليست قوات مسلحة هينة. لما تشترك معانا ده معناه ان في ندية طبعا. واحنا النهاردة طبعا تصنيف الجيش المصري معروف على مستوى العالم، فأي دولة بتبقى عندها الرغبة في ان هي تعمل مناورات مع الجيش المصري، عشان دي في حد ذاتها رسالة قوية جدا للعالم كله، رسالة مخفية ما بين السطور زي ما حضرتك تفضلتي، ان الجيش المصري يعني لما نقول الاسطول الجنوبي يمكن المواطن المصري مش متعود على مثل هذه المصطلحات، ان احنا الاسطول بتاعنا كان في البحر المتوسط مركزين اكتر. النهارده لما بنقول الاسطول الجنوبي يبقى في البحر الاحمر، بقى عندنا اسطول شمالي واسطول جنوبي، مصطلحات جنوبي لحمايه منطقه اخرى يعني. بالظبط كده. طبعا طبعا احنا حدودنا ممتده لحوالي 3000 كيلومتر طول على ساحل البحر الاحمر وجزيره سيناء، شبه جزيره سيناء والبحر المتوسط، فكميه كبيره جدا من السواحل ومحتاجة لتواجد قوات بحرية قوية. وده طبعا اللي شهدته القوات البحرية على سبيل المثال في الفترة الأخيرة، وطبعا المواطن العادي بيسمع وبيعرف الأخبار وعارف احنا قد ايه مهتمين في هذا الاتجاه. القوات الجوية نفس الكلام، يمكن النهاردة بنسمع الأخبار عن عقد صفقات مع فرنسا جديدة للطيارة الرفال، وده بيدي تنوع طبعا. طبعا عندنا تنوع كبير في مصادر السلاح، يعني طبعا ما بقاش عندنا يعني منبع واحد بنستقي منه الأسلحة. صحيح، لكن المعلومة بس اللي بأكد عليها للمواطن البسيط ان احنا بنشتري الطيارة الرفال على سبيل المثال من فرنسا، هي بتدهلنا بخصائصها الفنية اللي اتصنعت علشان لكن كيفية استخدامها ده راجع للعقلية المصرية او للعقلية اللي هتستخدم هذه المعدة ازاي هستخدمها. هو ده اللي بيفرق ما بين جيش وجيش تاني. انا بشكر حضرتك جدا سيادة اللواء الدكتور أسامة الجمال زميل أكاديمية ناصر العسكرية العليا. سفير نزيه النجاري مساعد وزير الخارجية عقد اجتماع اليوم الأحد مع سفيرة إسرائيل بالقاهرة أميرة أورون، شارك فيه السفير حسام علي مدير إدارة إسرائيل، وتم التأكيد خلال اللقاء على موقف مصر الرافض والمستنكر لاقتحام السلطات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك، كما تم التشديد على ضرورة احترام المقدسات الإسلامية وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين وصيانة حقوقهم في ممارسة الشعائر الدينية. وتم التشديد أيضا على كافة النقاط الواردة في البيان الصادر عن الوزارة أول أمس الموافق 7 مايو الجاري بشأن التطورات المثيرة للقلق داخل القدس. معنا على الهاتف أستاذ عاطف عبد الغني الكاتب الصحفي، مساء الخير.
مساء الخير يا فندم، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك الحقيقه. اهلا بحضرتك، كل سنه وحضرتك طيب. الحقيقه دور مصر او موقف المصري من القضيه الفلسطينيه هو موقف داعم، موقف ثابت، موقف محوري لم ولن يتغير. يعني كيف ترى دور مصر في حل مثل هذه الأزمات في هذا الملف؟ يعني خلينا بس في البداية نوجه التحية، وده طبعا أقل حاجة أو زي ما بيقولوا جهد المقل، يعني لإخواننا المرابطين والصامدين في ساحات المسجد الأقصى وأحياء القدس، ونبعث لأهلنا في القدس برسالة تضامن، وفي ذات الوقت نبعث برسالة تحذير لدولة الاحتلال من استمرار جرائمها وحق القدس وحق المسلمين والأقصى قبلة المسلمين الأولى وثالث الحرمين الشريفين. موقف مصر على الدوام موقف ثابت، موقف مصر معروف ومعلن على الدوام، لم يتزحزح ولم يتغير ولم يتأثر بأي أحداث، حتى يعني عندما يعني غضبنا من الأخوة في وقت من الأوقات أو بأي شكل من أشكال موقفنا من القضية العربية الأولى اللي هي سبب التوقف في المنطقة دي في القرن الثالث أرباع القرن العشرين وبدايات القرن الواحد والعشرين، موقفنا لم يتغير ولم يتزحزح قيد أنملة. إحنا مع الفلسطيني بكامل، مع إقامة الدولة الفلسطينية على الأرض الصليبة ما قبل حدود ما قبل 5 يونيو 1967، ومع إن القدس الشرقية تبقى عاصمة لفلسطين، دولة فلسطين الحرة المتمتعة بكامل أركان السيادة الممنوحة للدول كما نص الأعراف والقوانين الدولية. هذا هو موقف مصر الثابت من القضية. تفضل. هل تتوقع تصعيد أكثر في الفترة القادمة؟ التصعيد هم دلوقتي الجانب الإسرائيلي بيحاول ينيم القضية شوية بانه يأجل الـ 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 يعني ترحيل او زي ما مش ترحيل الترحيل القسري للاسر الفلسطينيه 28 من حي الشيخ جراح واعطائها بيوتهم ومنازلهم وارضهم للمستوطنين اليهود. بيحاول قدر الامكان تفويت يعني الامر دلوقتي او يعني عملا على التهدئه بشكل كان هناك في المحكمه العليا الاسرائيليه كان المفروض تنظر اليوم او غدا دعوه من الفلسطينيين برفض هذا القانون او القانون القاضي بانه ياخذوا بيوتهم ويجوهم الاسرائيليين، لكن بنيامين نتنياهو هذا اليميني المتطرف مصر على انه لن يرضخ للضغوط وانه التهجير هيتم او غيره، وانهم هيبنوا كمان مستوطنات 900 وحده هيبنوها في القدس القديمه في البلده القديمه من القدس. كل هذه الامور بتقول ان التصعيد ممكن يبقى موجود في الايام القادمه. الفلسطينيون لن يتركوا حقهم، الفلسطينيون صامدون ورابطون بالأقصى. امبارح في صلاة الجمعة 70,000 مصلي فلسطيني صلوا صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان. الشبان الفلسطينيين بيقاوموا بما أوتوا من أسلحة بسيطة حبارة وغيره، ورد عليهم الاحتلال بالرصاص الحي والرصاص المقاطي. العالم كله بيشهد هذا يعني هذه المهزلة أو هذه المأساة، وده ما دعا يعني الأمم المتحدة أنها تصدر بيان يعني يسأل أو يدين الصفور كده أنها أن ما تفعله إسرائيل في القدس الشرقية وفي البلدة القديمة وحي الشيخ جراح هو جريمة من جرائم الحرب. لكن نتمنى ذلك. أنا بشكر حضرتك جدا يا أستاذ عاطف، أستاذ عاطف عبد الغني الكاتب الصحفي كان معنا في مداخلة هاتفية. فاصل قصير وهنرجع نستكمل معاكم أخبارنا.
مشاهدينا هنستكمل مع حضراتكم اخبارنا. الخبر التالي خاص بالدكتوره هاله زايد وزيره الصحه والسكان اللي قالت ان احنا بنسعى لان تكون مصر مركز لتصنيع وتصدير لقاحات كورونا لافريقيا، ده خلال المؤتمر الصحفي اللي تم اليوم مع وصول مصر لشحنه من جرعات لقاح كورونا استرازينيكا غدا ان شاء الله من كوفاكس، مؤكده انه لا يوجد اي تحورات لفيروس كورونا في مصر. خلونا نشوف جزء من المؤتمر الصحفي للوزيره هاله زايد ونرجع نستكمل معاكم اخبارنا. كبيرة اللي مصر بتشتغل عليها دلوقتي وهي تصنيع لقاح ساينوفاك مع شركة ساينوفاك الصينية، وطبعا يهمني جدا ان انا اوجه الشكر الكبير جدا للحكومة الصينية وسعادة السفير الصيني على الشغل الدؤوب اللي اشتغلوه معنا الفترة اللي فاتت للخروج بهذه الاتفاقية، وهي عبارة عن اتفاقيتين، اتفاقية تصنيع واتفاقية نقل تكنولوجيا. فإن شاء الله بنهاية مع التصنيع هيبقى في نقل تكنولوجيا لشركة فاكسيرا. طبعا النوع ده من التعاون في الوقت ده كان مهم جدا، علشان زي ما انتوا شايفين اللقاحات عليها ضغط كبير جدا وفي احتياج شديد جدا في العالم، والعالم بيتسابق دلوقتي على استيراد هذه اللقاحات. لكن كان مهم جدا بلد كبيرة زي مصر انها كمان تمتلك التصنيع لهذا النوع من اللقاحات. فشكر الكبير لسعادة السفير الصيني وللحكومة الصينية والقيادة الصينية على دعم مصر مش بس في هذا النوع من التصنيع، ولكن على دعمنا في خلال فترة الجائحة كلها. ان شاء الله هنستقبل أول شحنة من المواد الخام لتصنيع اللقاح بإذن الله يوم 18 الشهر ده. نتوقع إن شاء الله إنتاج أول 2 مليون جرعة، وطبعا الاتفاقية إنها أول سنة 40 مليون جرعة. فأول 2 مليون جرعة من ال 40 مليون جرعة إن شاء الله سيتم إنتاجهم بنهاية شهر 6 الجاي القادم، الشهر القادم. وطبعا اول ما ننتجه هيخش في مرحله التقييم من هيئه الدواء المصريه، بتقعد عدد اسابيع معين وبعد كده يتم تداوله في السوق باذن الله. فان شاء الله خلال شهور قليله جدا او خلال اسابيع هيكون عندنا اول 2 مليون جرعه من ساينوفاك باذن الله. خطوه تاريخيه، واحنا بالتوازي مع هذه الخطوه في خلال مصنع فاكسيرا هنا مصنع 60، احنا كمان بنعد مصنع فاكسيرا الجديد اللي في 6 أكتوبر. مجموعة مصانع قوية جدا قربت على التجهيز بنسبة 100% خلال أسابيع قليلة، وهتكون مؤهلة لمزيد من الشراكات في تصنيع اللقاحات سواء لقاحات الكورونا أو غير الكورونا بإذن الله. كانت وما زالت فاكسيرا من السواعد الوطنية الكبيرة جدا اللي بتحافظ على صحة الإنسان المصري، وتاريخ فاكسيرا الممتد على أكثر من 95 سنة كان وما زال وسيبقى بإذن الله صمام أمان في الطب الوقائي وفي حماية الشعب المصري من أي أمراض وبائية بإذن الله. شكرا لكم. أول شحنة هتيجي يوم 18، وأول إنتاج هيبقى في آخر شهر 6 بإذن الله، يلي التقييم لهذا الإنتاج من خلال هيئة الدواء المصرية بيستغرق بعض الأسابيع، ثم يتم الإجازة من هيئة الدواء المصرية. وعشان كده مهم جدا أن أنا أقول حاجة مهمة، هيئة الدواء المصرية وجود الدكتور تامر عصام رئيس الهيئة معانا في هذا الاجتماع، واحنا هنعمل اجتماع اسبوعي هنا ويمكن يكون اجتماعين كل اسبوع في وجود برضو الدكتور تامر عصام، بحيث ان هيئة الدواء المصرية بمعاملها تكون معانا من اول يوم، بحيث ان احنا ما ننتظرش التقييم النهائي يكونوا معانا في خطوات التقييم اول باول، علشان نسرع من عملية التسجيل باذن الله. السؤال الاولاني، هل هناك اثر تقنيه بين اللقاحين سينوفاك
سيد الملك الفلسطيني. النقطة الثانية، لماذا سنكون جاهزين لإنتاج أول ذرة من لقاح سيد الملك؟ لكن مصر تسير إلى في هذا المقر. إلى جانب وضحيتها برضه حضرتك عن التصنيع، اتفقنا برضه مع الجانب الروسي على تصنيع لقاح سبوتنيك في الفترة القادمة. أعتقد أن هذه الخطوة بمثابة أمن قومي لسد احتياجات البلاد في هذه المرحلة القادمة. اولا لقاح ساينوفاك هو نفس التكنولوجيا تصنيع ساينوفارم، هي بيعتمد على الفيروس المعطل او الكلب او الغير حي يعني، فهي نفس التكنولوجيا. ان احنا هنصنع امتى؟ ان شاء الله اول 2 مليون جرعه ننتجهم اخر الشهر القادم، ولكن بعد انتاجهم بيقعدوا بعض الاسابيع في التدقيق والمراجعة في المعامل التابعة لهيئة الدواء. فإن شاء الله خلال شهر 7 إن شاء الله هيبقى في إتاحة، أو على آخر 7 يكون في إتاحة في السوق، يبقى في منتج مصري صيني موجود في السوق المصري. بالنسبة للتعاون مع سبوتنيك في الروسي، احنا اجتمعنا مع سعادة السفير روسيا في القاهرة، واحنا منفتحين جدا على التصنيع مع روسيا. في بعض الشركات الخاصه بدات بالتعاون فعلا، واحنا بنشجعها. الشركات مع لا شركات خاصه لمستثمرين مصريين بداوا يتعاونوا مع روسيا، واحنا بنشجع الخطوات دي وداعمين ليها. وانا بعت لهم رساله دعم كبيره من الحكومه المصريه، لان في الاخر انت بتتكلم على مصر، فاحنا يهمنا كل الناس تبدأ تصنع. احنا كمان مفتوحين على التصنيع والشراكة مع الجانب الروسي من خلال المصنع الجديد اللي تم اقامته في 6 اكتوبر تابع لفاكسين. ان شاء الله يعني ان شاء الله كل الاتفاقيات التصنيع هتبرم خلال الفترة القليلة القادمة بإذن الله. الحقيقة شيء يدعو للفخر ان احنا نبدأ في مرحلة تصنيع لقاح لفيروس كورونا. والحقيقة برضو أنه الشركة المصرية فاكسيرا شركة يعني عندها تاريخ طويل من الثقة متبادلة بينها وبين الشعب المصري، الشركة الأساسية في كل ما يخص التطعيمات المصرية، موثوق فيها جدا. أتمنى يعني أنه هذه اللقاحات يعني فعلا ينتهي تصنيعها وينتهي فترة متابعتها، وتبدأ فعلا مصر تصنع وتعطي الدول الأفريقية مثل هذه اللقاحات. خلونا بقى نروح للخبر اللي بينتظره عشاء الكرة المصرية وجماهير الكرة المصرية عن القمة 122 في لقاء الفريقين الأهلي والزمالك فيما يخص الدوري المصري. احنا عندنا غدا المباراة في الأسبوع 21 ما بين الزمالك والأهلي أو الأهلي والزمالك. الزمالك بيلعب لعب 20 مباراة برصيد 44 نقطة، والأهلي لعب 18 مباراة برصيد 40 نقطة وليه مباراتين مؤجلتين. دي المباراة، مباراة العودة. المباراة الأولى الأهلي فاز فيها 2-1 على فريق الزمالك. الحقيقة أن الدربي ما بين الأهلي والزمالك عادة بيكون مفهوش معايير ثابتة، لأنه دايما بيحمل الكثير من المفاجآت. غدا المفروض أنه هيغيب عن فريق الأهلي علي معلول وجونيور أجي وحمدي فتحي، وعن الزمالك محمد أبو جبل حارس المرمى وعبدالله جمعة وكمان إمام عاشور. احنا معانا على الهاتف الاستاذ طارق رمضان الناقد الرياضي بجريده الاهرام. مساء الخير يا فندم. مساء الخير على حضرتك، مساء الخير على كل المشاهدين. اهلا بحضرتك وكل سنه وحضرتك طيب. صحه وسلامه. يعني لسه كنت بتكلم عن غيابات في صفوف الفريقين، وبرضو كنت بقول ان عاده الديربي ما بين الاهلي والزمالك ما بيبقالوش معايير، يعني مش الجاهزيه الفنيه ولا الغياب والحضور قد ما بتبقى المجهود اللي بيحصل خلال ال 90 دقيقه. حضرتك شايف هذه الغيابات داخل الفريقين ممكن تكون مؤثره بشكل او باخر، ولا الموجود في الملعب هيسد؟ لا، الغيابات طبعا بالنسبه للفريقين المره دي غير مؤثره على الاطلاق. يعني وجود جنش بالنسبه لابو جبل، وجود احمد فتحي بالنسبه هو الاساسي، عبد الله جمعه بيلعب احتياطي دي
ده بالنسبه لنادي الزمالك. علي معلول طبعا في اكثر من لاعب بيلعب في الجبهه الشمال بالنسبه للنادي الاهلي، فبالتالي الغيابات مش مؤثره لان في البديل، ودكه الاحتياطي طبيعي تبقى مليانه بعدد كبير جدا من الاسماء اللي هي تقدر تؤدي بشكل افضل في المباراه، فبالتالي الغيابات ليست مؤثره، حتى هذه الغيابات كانت في القمه السابقه وكانت ليست مؤثره على اداء الفريقين، الفريقين بيأدوا العناصر الاساسيه موجوده، العناصر اللي هو بيعتمد عليها المدير الفني سواء موسيماني او كاستريون موجوده، فبالتالي مش مؤثره على الاطلاق في هذه القمه. طيب استاذ طارق، يعني جمهور الناديين جمهور كبير داخل مصر وخارج مصر ايضا، الاهلي والزمالك ليهم جمهور في الدول العربيه عريض بيتابع المباريات، عايزه كلمه حضرتك توجهها للاعبين وللاجهزه الفنيه والاداريين في كلا الفريقين لنبذ التعصب علشان يخرج تخرج المباراه يعني بصوره تليق بالكره المصريه. انا بتمنى ان هي تطلع بنفس الشكل بتاع القمه اللي فاتت، يعني القمه اللي كانت في 18 ابريل كانت قمه على اعلى مستوى في الروح الرياضيه وعلى اعلى مستوى في الاداء داخل الملعب، وان الفرقتين بيساعدوا بعض واللعيبه بتساعد بعض، ده ادى ان الحكم يقدر ان هو يساعد نفسه ويساعد المباراه وتطلع بشكل يليق بقمه بين اكبر فريقين في مصر والعالم العربي، فبالتالي احنا عايزين نفس الاداء يبقى بكره بهذا الشكل، الحكم المصري امين عمر طبعا ومساعديه يلاقوا مساعده من لاعبي الفريقين، يبقى في روح رياضيه، لان طبعا احنا بنقول دايما ان الجمهور مش في الملعب مش في المدرجات، القمه بكره بدون جمهور، لكن الجمهور دايما في البيت وفي الشارع وعلى السوشيال ميديا، فبالتالي ده اداء الفريقين والروح التعاون اللي ما بين الفريقين في الملعب بينعكس طبيعي على الجمهور، فاتمنى اللاعبين بكره يبقى بينهم روح رياضيه، يبقى الاثنين بنلاقي زي كده القمه اللي فاتت اي لاعب بيقع كان الثاني اللي معاه الكوره بيطلعها عشان يساعد زميله، وكان في روح جميله جدا في القمه اللي فاتت، ارجو انها تتكرر غدا وبتطلع بشكل يليق بالفريقين ويليق طبعا باقامه هذه المباراه في رمضان وفي الدوري المصري وبمصر بصفه عامه. تعليق حضرتك على طبعا خلاص احنا استقرنا يعني تم الاستقرار على الحكم المصري، وتعليق حضرتك على فكرة التحكيم المصري بقى، يعني بنحاول ندعم بقلوبنا فكرة انه نثق في حكامنا المصريين ويكون التحكيم المصري هو التحكيم في مباريات القمة. بالطبع احنا كلنا بندعم الحكم المصري، لان ما فيش دوله في العالم بتعتمد على التحكيم الاجنبي على طول الوقت، دايما عندها حكامها ودايما بتستعين بهم في فتره استثناء بس، لكن احنا بندعم حكامنا. القمه اللي فاتت محمود البنا ادى بشكل كويس جدا هو والطاقم بتاعه، اتمنى بكره للطاقم امين عمر ومحمود عاشور على الفار ان هم بيأدوا بشكل كويس، احنا محتاجين ندرب اكتر حكامنا، نثق فيهم اكتر، يبقى في دورات تدريبيه مكثفه ليهم، يبقى في تطوير ليهم. الحكم المصري بيتم الاستعانه به في الدول الافريقيه، يعني كابتن جاي جريشه هيروح يحكم بعد ايام في افريقيا، كابتن محمود البنا نفس الحكايه، الاتحاد الافريقي بيعتمد عليهم بشكل قوي جدا في رابطه الابطال وفي الامم الافريقيه، وكابتن امين عمر نفسه مرشح لكاس العالم القادمه اللي هتتعمل في قطر، فبالتالي اذا كان العالم بيثق في الحكام المصريين فالاتحاد المصري والانديه المصريه تعتمد ايضا على حكامها وتثق فيهم، ونتمنى لهم التوفيق، ونتمنى لجنه الحكام ان هي تزيد من التدريبات وتزيد من الثقه وتديهم اكثر ثقه من اللي موجود حاليا. انا بشكر حضرتك جدا الناقد الرياضي الاستاذ طارق رمضان الناقد الرياضي بجريده الاهرام. خلونا نشوف اخبار الارصاد، بتقول انه حاله الطقس خلال الايام القادمه هيسود طقس حار نهارا لطيف ليلا، ودرجات الحراره في القاهره والوجه البحري ما بين 34 و35 للعظمى، 17 و18 للصغرى، والسواحل الشماليه درجات الحراره هتكون اقل. احنا معانا على الهاتف دكتور احمد عبد العال رئيس هيئه الارصاد الجويه السابق. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير على حضراتكم وعلى الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك معانا دكتور. يعني حاله الطقس في هذه الايام الموجه الحاره ده شيء عادي ولا دي يعني ايه اسبابها وهتخلص امتى، وتنصح الناس تتعامل مع الموجه الحاره دي ازاي؟ ده شيء طبيعي في نهايه فصل الربيع. على فكره فصل الربيع في مصر من الفصول اللي تشهد ارتفاع في درجات الحراره اعلى من درجات حراره الصيف. في سنة من السنوات سنة 98 حرارة القاهرة في الربيع وصلت 46 درجة،
ولكنها لا تصل الى هذا العدد في او هذا الرقم في الصيف. الصيف ممكن يكون اقل من كده بكتير، بس هي الفرق في نسب الرطوبه. الصيف بيبقى نسب الرطوبه العاليه بتحسسنا بالحراره اكتر، فده الطبيعي بتاع فصل الربيع. عموما هذه الموجه ان شاء الله تنكسر من غدا، انكسار تدريجي في درجات الحراره. الانكسار دون هيستمر حتى نهايه الاسبوع ان شاء الله، ويمكن بدايه الاسبوع الجاي، حيث تتراوح درجات الحراره في خلال الفتره الباقيه من هذا الاسبوع بدايه الاسبوع القادم على القاهره ما بين 34 و 35 درجه، مع نشاط للرياح، في فرص لسقوط امطار خفيفه على وسط وجنوب سيناء وشمال الصعيد، قد تكون رعديه في بعض الاوقات لكنها خفيفه ايضا. يعني ان شاء الله العيد هتكون في درجات حراره معقوله جدا على اغلب انحاء الجمهوريه. انا بشكر حضرتك جدا، بشكر حضرتك جدا دكتور احمد عبد العال رئيس هيئه الارصاد الجويه السابق. طيب خلونا بسرعه نعدي على صوره وتعليق. خلونا معلش يا جماعه نشوف الفيديو وانا بتكلم عنه. الفيديو الاول اللي هنشوفه ده لشاب مصري يعني عنده نوع من انواع الاعاقه وبيلعب رياضه بشكل كله حرفيه. من الواضح انه الطبيعي ان انا مفروض اتكلم عن ارادته، عن قدراته، عن مهارته، عن سرعته، عن حيويته، عن ثقته بنفسه، لكن الحقيقه وصلت القناعة انه شخص حاسس انه طبيعي حتى لو كان عنده اي مشكلة وعنده القدرة انه يواجه كل مشاكله هيبقى طبيعي. انا الحقيقة حابة اتكلم عن الدمج والاندماج وعن شايفاه وسط الفريق بيلعبوا مع بعض، مفيش اي حساسيات، مفيش اي تنمر، هم حاسين انه طبيعي وهو حاسس وسطهم انه طبيعي. اتمنى ان كل المجتمع يبقى ماشي بالشكل ده وبالاحساس ده، علشان الاحساس ده اللي فيه اعلى درجات الانسانية والتواصل والاندماج هو الامل ان بكره بتاعنا هيجي اسرع. خلونا ننتقل بقى للفيديو الثاني، هنسمع منه جمله صغيره وهعلق عليها تعليق سريع. يعني انا اخد فلوس من دي كلها؟ بس كده، الف مبروك يا حاج. الله يبارك فيك. بس خلاص خديها حطيها بقى ليك. خدي يا حاج، انت خايفه ليه؟ انا مش خايفه، انا يعني هي حلال كده. ايوه يا حاج، يعني حرام ليه؟ طيب يا حاج، عشان انا ما شئتش بيها. نظر عن ان الست دي ست وشها مصري اصيل وتحس ان عينيها بتحضنك، وبغض النظر عن درجه الكرامه اللي هي وعزه النفس انها مش قابله تاخد فلوس ما شقتش بيها، خليني اتكلم عن الفكره نفسها، فكره الشقه، اهميه انك تشقى في الحاجه علشان تحس بقيمتها وبلذتها ومتعتها وتستمتع بيها وتعرف تحافظ عليها. احنا ما نقدرش يعني لو قدرنا نضحك على العالم مش هنقدر نضحك على نفسنا. كتير مننا بيروح شغله بيدور هيزوغ امتى، او بيروح امتحان يغش في الامتحان عشان عايز نجاح مزيف، مش عايز يبني نفسه بنا حقيقي، مع انه يا جماعه قليل من الشقه، قليل من الشقة رجاء علشان نشعر بقيمة الشيء ونعرف نحافظ عليه ونستمتع به والمتعة في الرحلة لحد ما نوصل للشيء اللي عايزين نوصل له والنجاح ونحس بقيمته ونحافظ عليه. فاصل قصير جدا وهتكون معانا النجمة بشرة في لقاء لمساء الخير. زي ما قلت لحضراتكم في المقدمة، نجمة فنانة ذات ألف وجه ووجه فني كلهم مميزين، تمتاز بحضور وثقافة وإحساس بالقضايا الفنية والثقافية، مهمومة بالمجتمع والإنسانية، تقوم بمهام كتيرة وعديدة مختلفة وكلها بنفس الشغف وبنفس الكفاءة. النجمة بشرة، مساء الخير يا بشرة. مساء النور يا استاذه شهيره منوره، وانا سعيده جدا ان انا معاكم النهارده. مساء الخير كميسة، واشكرك على المقدمه الجميله دي جدا، وفعلا انا عجبني قوي الجزء اللي قلت فيه كلام عن الشقه، قد كده الانسان بيحس بقيمه اللي بيعمله لما بيتعب فيه وبيشقى فيه. عشان كده انا يعني انا بحس ان انا واحده شقيانه
في مهنتي، وبحس بالناس الشقيانين جدا جدا، فعشان كده ما بحبش نضيع وقتنا في حاجات يعني ما فيهاش فايدة. طيب اولا كل سنه وانت طيبه، وثانيا مبروك على الاختيار، مبروك على حاجات كتير، ورب دايما نفضل نبارك كده ونقول مبروك على الحاجات الحلوه. خليني ابدا معاكي بالاختيار وبعد كده ننتقل لموضوعات فنيه اخرى. اولا من بدايه ترشيحك للدور، ازاي تم الترشيح؟ ولما خدتي الورق وقريتي شفتي الموضوع ازاي؟ شفتي فكرتي هتذاكري الدور ازاي وهتعمليه ازاي، وخصوصا انك بتجسدي شخصيه موجوده على قيد الحياه لكن الناس مش عارفاها، يعني ليها تفاصيلها في اللبس والحركه بس الناس ما تعرفش ده، وعايزه تجسدي الروح وفي نفس الوقت ما تتخليش عن الشكل، عملتي ايه؟ ده موضوع كبير قوي، بس من اول ما استاذ بيتر ميمي او دكتور بيتر ميمي بعت لي الورق وكلمني اتخضيت طبعا، لانه الاختيار دلوقتي بقى ماركه مسجله للدراما التوثيقيه، وبقى يعني حاجه مهمه جدا عند الاسره المصريه بتستناها كل رمضان بعد نجاح الجزء الاولاني. فطبعا يعني تجسيد لمعاناه وتضحيات اسر مصريه باشكالها المختلفه بمشاعرها المختلفة وبانتماءاتها المختلفة، أعتقد ده يعني مسؤولية كبيرة جدا، لأنه فعلا زي ما حضرتك تفضلتي وقلت يعني شهيرة أنه الشخصية دي حية ترزق موجودة وحتبقى بتتفرج وحتبقى بتتابع اللي بيحصل. فأظن أنه الموضوع مش سهل خالص، يعني موضوع كان مسؤولية، لكن أنا فرحت قوي بالتكليف الوطني والإنساني والفني اللي أنا كلفت فيه في هذا العمل، وكنت طول الوقت قلقانة أني أقدر أنقل الحالة كما ينبغي أو أبقى على مسؤولية الأمانة اللي ربنا استخدمني أن أنا أكون ناقلة ليها. والحمد لله يعني مما رأيت وسمعت وقرأت إن الحمد لله كانت ردود الأفعال الإيجابية جدا جدا فوق مستوى توقعاتي. خليني أسألك عن صعوبة الدور، هل هو صعوبته بس في مجرد نقل اللحظة أو الماستر سين يعني اللي هو نقل المشاعر دي، ولا كان في صعوبة خاصة بمسؤولية نقل الحدث، مسؤولية يعني خصوصية الموقف، يعني صعوبة مضاعفة مش مجرد نقل لحظة؟ هو خليط من كل اللي ذكرتيه، يعني مسؤولية الشخوص الحقيقية اللي احنا بنجسدهم في الدراما، وفي نفس الوقت الدور مساحته مش كبيرة أبداً، فبالتالي ما عنديش مساحة أجري وأأدي فيها وألعب بشكل كبير، فكان لازم إن الطلعة تبقى بفورة زي ما بيقولوا، فلازم الظهور يبقى جون، ما فيش وقت لصناعة الألعاب وإظهار المهارات الكتير لأنه ما فيش مساحة لذلك. فكتحدي كممثلة إنه ظهوري يكون له تأثير ويكون متصدق، وده في حد ذاته احنا بشرى احنا مش سامعينك، احنا دلوقتي شايفينك بس مش سامعينك، يعني احنا دلوقتي شايفينك بس يا ريت تعيد لنا جزء تاني، لا في مشكله في الصوت من عندك، احنا شايفينك معانا بس صوتك مش واصل. طيب بصي هنفصل ونتواصل تاني نتكلم تاني معاك. الحقيقة طيب هنطلع فاصل قصير لحد ما نرجع نعاود الاتصال بالفنانة بشرى. طيب احنا اخر حاجه سمعناها انه لازم الطلعه تبقى بفوره لانه مفيش مساحه كبيره، لكن الحقيقه طبعا
يعني انت اكيد بخبرتك عارفه ده، انه الممثل القوي يعني هي مشهد واحد ممكن يحطه في يعني في منطقه اداء عالميه. انا شفت في ادائك في المشهد العظيم بتاع يعني استشهاد الشهيد محمد مبروك الحرفيه الممزوجه بالتلقائيه، يعني كانك انت محضره مع نفسك الاوتلاينز كلها هتبقى ماشيه ازاي، لكن سايبه شعور اللحظه هو اللي يقودك حسب ما انا شفت. هل تحليلي ده كان مظبوط؟ اعتقد انه تحليل مظبوط جدا جدا، وفي فهم كبير لتركيبتي كممثله عموما. واعتقد ده راجع ان احنا كان عندنا تجربه زمان انا وانت في مسرحيه قاعدين ليه مع الاستاذ الراحل سعيد صالح، فاللي بيمثل مسرح بيقدر يفهم الممثلين اللي قدامه. واعتقد لانك ممثله مسرح يعني قديره جدا يا شيماء، قدرتي تفهمي فعلا المزج اللي ما بين الاستحضار المشاعر الحزينه مع التعامل مع اللحظه في ساعتها، لان ده كان اول يوم تصوير ليا وانا ما كنتش عندي خبره مسبقه بتركيبه المخرج ولا بالظروف التصوير ولا بزمايلي في التصوير، ما كنتش عارفه هيخرجوا ازاي، رغم اني يعني قريته مكتوب لكن ما كنتش عارفه هيخرجوا ازاي. وده بيكون صعب قوي انك تتنبئي بتركيبه المخرج عايز يصور المشهد ده باني طريقه. فانت فعلا جبتي مربط الفرس، يعني هو كان خليط، استحضرت موقف حقيقي حصل لي في حياتي وهو لما بلغت بوفاه والدي، كانت بنفس الطريقه وصديقه ليا هي اللي جت عشان تحتوي الموقف وتبلغني، فاستحضرت ده من الذاكره، وفي نفس الوقت صدقت في اللحظه دي ان انا هذه الشخصيه اللي هي المدام رشا زوجة المقدم الشهيد محمد مبروك، حطيت نفسي مطرحها وتفاعلت. واللي مسهل كمان اكتر الموضوع ان احنا شهود عيان على المرحله. اه طبعا، هي ما اتحكت لناش، احنا عصرنا ده. يعني مش زي حكاوي جدتي او حكاوي الناس اللي بنشوفها من التاريخ، او لا احنا عصرنا الفتره دي وتأثرنا وقت الحادث الحقيقي لما عرفنا، والفترة دي كلها أثرت فينا. فأعتقد كان وقت الأخذ بالطار أمام الكاميرا، فإني أقدر تتفجر المشاعر دي نيابة عن كل الناس اللي كانت بتعاني في الفترة دي. أعتقد أن أنا كنت مستخدمة من ربنا في إني أنقل الحالة دي، يعني مش مسألة بس كفاءة تمثيل أو شطارة مخرج أو كتب، لا أنا أعتقد زي يعني الملائكة كانت بتحوم حول هذا المشهد علشان قصة بتاعت هذا المشهد قصة حقيقية وفعلا. طيب أنا هاخد بقى من كلامك عن أنه أثناء التصوير، أولا أنت كتبتي أنه كلمتي عن كواليس العمل وتكلمتي عن زمايلك في العمل، عن كريم عبد العزيز وأحمد مكي وياد نصار وعن إنجي المقدم، وتكلمتي عن أنه المشهد ده قد كده الروح اللي موجودة في الفريق روح محترفة ومحترمة، روح العاملين في مسلسل الاختيار بالدرجة اللي كانت مخلية زميلة زي إنجي المقدم هي عارفة أن ده مشهدك، فهي بتخدم عليكي ولا تسعى إطلاقا أنها تاخد زي ما بنقول كده تسرق الكاميرا. احكي لنا عن كواليس مسلسل الاختيار وعن الفنانين المشاركين في مسلسل الاختيار اللي الناس اتأثرت بيهم قوي. أنا الحقيقة يعني قصدت أن أضرب مثل بالموضوع ده علشان إحنا عندنا عيوب كتيرة قوي في الصناعة، عندنا منها فكرة الـ أنا وأنا وبعد الطوفان، وكل واحد عايز يظهر على حساب الآخر ومش مهم بقية الزملاء اللي موجودين في المشهد. فلما لقيت علامة مضيئة في احترافية واحترام من الزملاء وكل واحد فاهم كويس قوي حدود دوره إيه وحدود مساعدته للزميل اللي قدامه إيه، كان لازم أتوقف عند الحكاية دي، لأن إحنا عندنا مشاكل كبيرة قوي في كواليس صناعة الدراما والأفلام في مصر، إنه مش كل ذي حق بياخد حقه المظبوط، ومفيش تقييم حقيقي للمواهب، وبيبقى فيه دايماً الأنانية بتبقى هي سيد الموقف. فلما لقيت عكس ده في الموضوع مسلسل الاختيار والمشهد ده تحديداً، كان لازم إن أنا أعلق على روح الزمالة وعلى احترام روح الزمالة، وفعلا انه انكار الذات
علشان الهدف اسمى وعلشان الموضوع اللي بنقدمه قد كده حقيقي وبيتكلم عن مقاسي ناس وكده. ففعلا توقفت عند النقطة دي واصريت انه لازم اشكر اول حد الزميلة اللي معايا في المشهد، لانه كان ممكن جدا ان هي لم يحدث هذا. ففعلا هي اشاره مهمه جدا منك، وانا عارفه ان كان الحوار معاك هيبقى مختلف مع اي حد تاني، لانك هتشيري لنقاط مهمه جدا في الصنعه نفسها وفي الحرفه وفي المهنه في الكواليس بالذات. من ضمن النقاط اللي عايزه اشير اليها قبل ما ننتقل نخرج بقى من الاختيار ونتكلم في حاجات تانية، انه برضو وانت كان ليكي تعليق، يعني انا شايفه انه مش بس فيما يخص الفن، لو معمم في الحياة كل أمورنا هتبقى تمام، إنه الشخص بيلعب مع الشاطرين، مش لازم إني أكون عايزة أفشل اللي حواليا عشان أظهر، أنا ممكن أبقى شاطر واللي حواليا شاطرين ونبقى كلنا كويسين، ده أكتر شيء ممكن يؤدي إلى نجاح حقيقي. تفتكري لو ده عام في المجتمع مش بس في الحياة الفنية ممكن نبقى إزاي؟ أنا نفسي الناس تفهم إن المعادلة سهلة وبسيطة، أنا معرفش ليه بيعقدوها، لكن لو كل إنسان واثق في ربه أول حاجة، لأن ثقة الإنسان في نفسه بتيجي من ثقته في ربنا وإيمانه بربنا، إنه ربنا اللي خلقنا وهو اللي بيضع فينا القوة دي، هو اللي بيضع فينا قوة الإيمان بأنفسنا، هي مش حاجة يعني بتيجي كده اعتباطا، هي بتيجي عن إنك أنت بتصفي نيتك وبتشتغل بإخلاص وبأمانة وبتحب النجاح للغير زي ما تحبه لنفسك، لان احنا مرايات لبعض في الاخر. ما هو لو شهيره نجحت والعكس ده هينعكس على بشرى، لان شهيره لما هتنجح هتبقى مبسوطه وهتبقى سعيده وهتبقى نفسها الناس كلها حواليها تبقى سعيده، وبالتالي نفس الشيء فهيبقى عدوى مهمه جدا لينا وفي المجتمع انه احنا نعدي بعض بالحاجات الكويسه مش نعدي بعض بالحاجات الوحشه. واظن احنا عايشين في اسوأ فترات العدوى عموما في عصور يعني أوبئة ويعني كوارث عموما كونية كبيرة قوي، وأوشك الكوكب على الإنسان وأوشك كمان على إن إحنا يعني نبقى عارفين إنه خلاص ما بقاش في مجال تاني غير إن الناس تتعاون وتتكاتف وتتكامل علشان كلنا نبقى في حالة أحسن، يعني كلنا نبقى وضعنا أحسن، مش انت مسألة أنا وبعض الكبار. أنت شخص موضوعي فأنا عارفة ده عنك، فأرجوكي بعد كده نظرة على دراما رمضان، أنت كنت بتتابعي إيه؟ وإيه شايفة عمل يستحق المتابعة؟ وإيه ومين شايفة إنه فنان أو فنانة أو فنان وفنانة يعني قدموا شغل يعني متميز في هذا العام؟ هما ثلاث فنانات على الصعيد النسائي عجبوني جدا، طبعا منى زكي بأداء استثنائي وخبرة مع موهبة، واللي عجبني في أداء منى زكي مش بس الأداء اللي هو قدام الكاميرا، لا الرسالة اللي الأداء ده بيوصلها لنا بعد سنوات طويلة من نجومية منى زكي، تنحسر أحيانا تظهر أحيانا بقوة تختفي وهكذا، بيؤكد على حاجة واحدة بس، أن البقاء للموهبة، الموهبة الحقيقية، البكر المثقلة بالجدية. فدي الرسالة الحقيقية اللي نجاح منى زكي السنة دي من خلال لعبة نيوتن بيحققه. كمان موهبة تانية اسمها سهر الصايغ، ممثلة من عيار تقيل جدا جدا وصادقة جدا في تعبيراتها، وبرضو نمط مهم للشكل الممثلة المصرية، مثقفة وحتى في الأساس دكتورة أسنان، فاهمة مضمون اللي بتعمله، فاهمة المهنة وأهميتها ودورها ورسالة المهنة بتاعتها. طبعا حنان مطاوع برضو من النجمات والممثلات يعني اللي عندهم العنصرين، الممثل النجم، مش فقط نجومية دون تمثيل أو تمثيل مثلا دون حظ النجومية. حنان برضو من تطور لتطور لعمق الإبداع، بسيط سهل ممتنع. فدول الثلاث فنانات الحقيقة اللي أنا سعيدة جدا سناتي بمشاهدتهم يعني. وخليني أعلق وأقولك أنه الإنسان الواثق في نفسه واثق في موهبته بيبقى عنده قدرة ببساطة شديدة جدا أنه يشوف الكويس في زمايله ويشاور عليهم، أو على الأقل اللي بيحب الفن بيبقى شايف انه بيقدر يحيي كل شيء جميل. خليني بقى اسالك عن زينة، مسلسل الكرتون اللي انت عاملاه السنه دي، ليه؟ لانه انت بتتكلمي عن سيناء، معلومات للاطفال يعرفوا
عن سيناء، ودي حاجة مهمة جدا لأن في أطفال ما يعرفوش عن سيناء أبعد من شواطئ البحر يعني. صحيح، هي نوع مصغر من مرشدة سياحية من الأطفال إلى الأطفال، يعني بنصغر الإرشاد السياحي يعني بشكل مبسط بحيث إن احنا نقدر نبين أبعاد مختلفة في بلدنا وجمالياتها السياحية والتاريخية، قيمتها التاريخية، قيمتها الدينية، قيمتها السياحية طبعا زي ما قلت، والاستشفائية كمان. يعني عندنا أماكن كتير قوي في بلدنا، وعندنا أجيال جديدة ما تعرفش أي حاجة عن الحاجات دي، لأن هم يعني للأسف واخداهم الألعاب بقى الجديدة، واخداهم الإنترنت والسوشيال ميديا، ويعلم كل واحد فيهم بيتفرج على إيه أو بيشوف إيه أو إيه الإعلام الموجه أو اللي فيه أجندات غير معروفة المصدر. فمهم جدا إن إحنا أولا نرجع تقليد الكرتون المصري اللي هو منتج مصري، فيه 180 رسام بيجتهدوا إن هم يرسموا وبيسرعوا الزمن، وفي موضوع زي ده عن الوطنية، ونتعلم حدودنا، حدود وطننا فين وخيرات بلدنا وثروات بلدنا. فكانت تجربة مهمة جدا الحقيقة، سعدت إن أنا قدمتها السنة دي بعد سنين بعد ما كان في بكار، وبعد كده ما بقاش في كرتون مصري. فدي كانت حاجة مهمة جدا يعني شفتها، يعني مهمة. طيب انت كان ليكي فيلم من الافلام العظيمة اللي هو 6-7-8 اللي بيناقش قضية التحرش، شايفة ازاي النهاردة لما بقى في بنات عندها قدرة على انها تواجه وتقول حصل وتفضل ورا حقها، وبقى في عقوبات اتغيرت وبقت رادعة زي ما شفنا العقوبة الاخيرة بتاعت متحرش الطفلة بتاعت المعادي، وبقى في تغيير في القوانين، وبقى في شحن للمجتمع انه يدعم المرأة، شايفة التطور اللي وصلنا له ده ازاي؟ ده شيء إيجابي جدا جدا، ويعني كان لابد منه، يعني ما فيهوش مفر، لأنه المجتمعات بتكبر وبتتوسع وبتتفتح، ومع انتشار التكنولوجيا والسوشيال ميديا لو ما قدرناش نمسك على تراثنا وتقاليدنا وأخلاقيات المجتمع بتاعنا في الشارع وتعاملاتنا مع بعض، المجتمع ممكن ينفرد بشكل يعني لا تحمد عقباه زي ما بيقولوا. فأعتقد أنه التركيز على النوعية دي، توظيف السينما لخدمة المجتمع وتوظيف المجتمع لخدمة السينما، يعني دي مراية لده وده مراية لده، الاثنين ما بيتكاملوا، شايفها حاجة مهمة. والموضوع بس مش أخلاقيات المجتمع، لا، هي موضوع كمان له أبعاد كتيرة قوي ومتشعب قوي، بس أنا شايفة أنه الأفلام زي ما ليها دور ترفيهي ليها دور توعوي وليها دور تثقيفي وتعليمي، وده مش عيب ابدا. ورغم ان انا اسهاماتي في التراجيديا محدوده قوي، لان انا بميل للكوميدي اكتر طبعا فانا اسهاماتي تراجيديا محطاتها كانت واضحه قوي وصريحه، يعني كانت فيلم 6-7-8 والعشق والهوى، او يعني حتى الاختيار الجزء الثاني، او يعني اسهاماتي معدوده شويه في التراجيدي، بس بحب لما اعملها تبقى وراها رساله مهمه او بتسيب اثر حقيقي في الناس. لان حتى الكوميدي اللي انا عملته بيبقى برضو مؤثر، يعني في فكره، وفي موضوع زي فيلم انا مش معاهم اللي كان ضد التعصب بشكل يعني كبير، زي يعني افلام تانية حتى في الكوميدي، وش اجرام ضد الفساد وحاجات كتير. فاعتقد انه برضو بيبقى عندي رسالة حتى من خلال الكوميديا. بشرى، جديد مهرجان الجونة السنة دي، إيه الجديد؟ يعني السنة اللي فاتت كان في جديد، نعرف الجديد، لأنه مهرجان الجونة لازم الناس كلها تبقى عارفة أنه مهرجان معني بالثقافة ومعني بشباب السينمائيين ودعم شباب السينمائيين بشكل كبير. إيه الجديد السنة دي في مهرجان الجونة أو الدورة الجاية؟ مش بشكل كبير، ده في المقام الأول، وأن السجادة الحمراء وشاكلتها تأتي في مراحل متقدمة، مش في المقام الأول. فهو فعلا هو منصة لدعم الشباب وصناع السينما، وده الأهم، ولنشر الثقافة السينمائية ولخلق جسور ما بين الناس وبعضها في شتى دول العالم، أن احنا نتكلم لغة واحدة، لغة الفن، لغة السلام، لغة الثقافة، ده المهم، يعني لغة السماحة، يعني ده المهم، وتعاون وتثقيف وتكامل، هو ده الأساس والغرض من مهرجان الجونة.
السنه دي في حاجات كتيره قوي، لان شكل ادارته بتاخد شكل مختلف، بينزل تحت عباءه مختلفه غير السنوات اللي فاتت، بينضم اليه اسماء جديده يعني من ناس كاداريين وكناس قائمين على التنظيم، ويعني مميزه مهرجان الجونه انه في حاله استمرار وتكامل، يعني الفرق القديمه بتفضل موجوده وبينضم اليها فرق جديده فيجدد دماء المهرجان، اسماء جديده، افلام من دول مختلفه، ندوات وناس بتيجي تقدم خبراتها من خلال هذه الندوات وورش العمل، يعني دايما في جديد. مش قادره اقول لك بالظبط دلوقتي ان احنا ما زلنا شغالين طبعا في المطبخ، بس مهم ان الناس يعني كانت تسمع ده عشان تعرف انه المهرجان بيعمل حاجات كتيره، مش بس السجاده الحمراء اللي هم بيتابعوها ويشوفوها. بصي انا وقتي قرب يخلص، بس انا في سؤال مش هينفع ما اسالوش. يعني بشرى انت بتجيدي اكتر من لغه وموهوبه وبتغني وممثله شاطره و يعني رئيسه العمليات لمهرجان الجونه وبتسافري مهرجانات كتيره جدا، ليه الى الان مفيش فيلم او عمل عالمي بتشاركي فيه؟ ماذا ينقص يعني؟ بصي، اصل العالميه للعالميه مفاهيم كتير، اهمها وفي رايي المحليه الشديده، ان احنا عشان تبقى عالمي تبقى محلي جدا وتعمل منتج محلي يستطيع انه يسافر، مش انا كبشرى لوحدي اسافر اشتغل في عمل بره، دي سهله جدا وعندي عروض وبدرس اكتر من عرض وبعمل اوديشنز بره، يعني بروح اقدم يعني تجارب اداء علشان لو نجحت اؤخذ في عمل ما، بس انا في رايي مش هو ده المهم، المهم ان احنا نعمل منتج يستطيع انه يسافر ويستطيع انه ينافس بره ويبقى له لغه عالميه ولغه دوليه تفهم عند كل العالم بغض النظر عن الثقافات المختلفه. فهو ده اللي انا يهمني، ان انا اعمل العمل نفسه هو اللي يسافر، مش انا اللي اسافر اشتغل في الاعمال بره، وهو ده وجهه نظري. هذه الدرجه من الاهتمام بالفن والاهتمام بالفكر، يعني انت على طول بتفكريه، والدرجه من الاهتمام بالثقافه والمشغوليه بالمجتمع والانسانيه، هل تري ان الاشياء دي فادتك ولا عطلتك؟ الاثنين يعني. على الصعيد الشخصي يعني الثراء النفسي والشخصي والفني والثقافي اللي عملته لي كبير جدا جدا، صعب مقارنته باي شيء، لكن اضرتني في انها عطلت مسيرتي الفنيه كشخص، يعني يمكن اهتمامي بالصناعه وكل من فيها وخلق منصات علشان تحتوي الناس كلها ما كنتش أنانية، بالعكس يعني أنا محتاجة يمكن أبقى أنانية شوية فيما يخص مشواري الشخصي، وخلقت عداوات وخلتني أحاسب على فواتير وأحاسب على مشاريب أنا ما شربتهاش بسبب يعني الأمور الكيدية، الأمور اللي فيها غيرة، الأمور اللي فيها عدم فهم العمق اللي أنا بحاول أعمله بغض النظر عن شخصي، أنا بتكلم عن الكيان اللي اسمه الفن المصري والثقافة المصرية والمنصه اللي انا بحاول اخلقها عشان تحوي الجميع وانا واحده منهم، مش تحويني انا فقط ومش مهم حد تاني، العكس الصحيح. فانا شايفه ان هي دي الـ احد اسباب العطله بتاعتي، وان الوقت كله في الخمس سنوات اللي فاتت كان موجه يمكن حتى للمهرجان، وقبلهم خمس او ست سنوات قبلهم كان موجه للانتاج، فده العشر سنين او الحداشر سنه من عمري كنت مهتمية بما هو أبعد من موهبتي. أنا في الوقت الحالي شايفة أني محتاجة أركز أكتر على موهبتي. بشرى أنا بشكرك جدا، الحقيقة لسه عندي أسئلة كتيرة بس للأسف الوقت وقت البرنامج انتهى. بشكرك، كل سنة وانت طيبة، مزيد من التوفيق والنجاح، وألف مبروك على الاختيار، وإن شاء الله اختياراتك اللي جاية كلها هتكون على نفس وأفضل من مسلسل الاختيار. تحياتي. أنا بشكرك جدا. شكرا. مشاهدينا كالعادة الوقت معاكم بيمر بسرعة والقعدة وسطكم ما تشبعش منها، لكن وقتنا خلص. بكرة حلقة جديدة من مساء الخير، وأنا أشوفكم بعد أجازة عيد الفطر.